طبعا بداية نحب أن الأخ سلمان عبد الله على حصوله على موظف الشهر، وكونه أنه هو رئيس قسم الخدمات الإدارية، فالأخ عبد الله معروف لدى جميع موظفي الوزارة والمسؤولين، وذلك على حسب نوعية عمله، فهو يوفر الكثير من الخدمات حق جميع مرافق الوزارة، وكان له دور كبير في توزيع المكاتب وإعادة توزيعها وتوفير المناخ اللائق حق الموظفين والمسؤولين بالوزارة. طبعا اختيار الموظف المميز في الإدارة كان صعب جدا وايد، لأن جميع الموظفين الإدارة متميزين جدا. يعني نهاية نحب أن الأخ سلمان وكذلك زملائه في العمل فريقة بالقسم وبالإدارة بشكل عام. بداية أبارك الأخ سلمان باختيار موظف الشهر. أبو عبد الله زميل والنعم فيه، شخص متعاون ومتفاني في العمل لأبعد الحدود. نصوح في شغله وأتمنى له التوفيق ومنها للأعلى. حبيت أبارك حق قسم الخدمات الإدارية بشكل خاص وإدارة الموارد البشرية والمالية اختيار الأخ سلمان موظف شهر يوليو، اللي استحق بجدارة مقابل جهده وتفانيه في العمل خلال سنوات خدمته في الوزارة. حصول أبو عبد الله على لقب موظف الشهر بمثابة تكريم لكل موظفي قسم الخدمات الإدارية، واللي يميز أبو عبد الله أنه خلق بيئة عمل مبنية على الأخوة والتعاون وحب التعلم، وكل موظف في القسم تعلم من خبراته ولازلنا نتعلم منه كل يوم. أتمنى حق الأخ سلمان كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. طبعاً حبيت أبارك لقسم الخدمات الإدارية اختيار الأخ أبو عبد الله لموظف الشهر. حصوله على هاي التكريم هو نجاح للقسم كله. طبعاً شهادتي في مجروح أبو عبد الله، شخص أعتز فيه جداً، شغوف في عمله، وتعلمت منه شخصياً الكثير، والشباب عندنا في القسم بعد تعلموا منه الكثير. أشكر على جهوده الملحوظة اللي بذلها خلال السنوات السابقة، نتمنى له كل التوفيق، وتستاهل يا أبو عبد الله هاي التكريم. الأخ سلمان عبد الله هو أحد أعمدة الوزارة، شخص جدا متفاني ومخلص في عمله بتوفير كل الخدمات اللازمة لموظفي الوزارة. طبعا قسم الخدمات هم أقدر أسميهم الجنود المجهولين في الوزارة بتوفير جميع الخدمات اللازمة للموظفين، حتى الأمن والسلامة، يضمنون الأمن والسلامة في جو عمل الوزارة نفسها للموظفين. شخص يستحق هذا اللقب وبجدارة، أبارك له حصوله على هذا اللقب، وتمنياتي له بدوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. سلمان عبد الله أو أبو عبد الله من الموظفين اللامعين في وزارة الصناعة والتجارة، دائما يعني يستقبل الموظفين والمراجعين بشاشة وصدر رحب. من خلال تعاملي معاه خلال الفترة اللي يعني قضيتها في وزارة الصناعة والتجارة ما شفت منه كل خير، متعاون لأقصى درجة، إذا في عندنا أي طلب ولا أي حاجة يلبيه بأسرع وقت، دائما متفاني، شغوف في عمله، ودائما يعني يلبي احتياجاتنا متى ما بغيناه، حتى لو تكون بعد أوقات ساعات العمل يكون موجود ويقدم لنا الدعم والنصح بشكل مباشر. أتقدم بالشكر للإدارة على الفرصة والثقة وهذا التكريم الذي أعتبره كحافز ودافع لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مسيرتي المهنية. بدون موظفين قسم الخدمات وتعاونهم ما بينهم والاستجابة السريعة ما راح تبين خدماتنا بالتميز المرجو يعني المطلوب منا، ولكن تكريمي أعتبره تكريمهم، لو بيدي يعني يكونون كلهم وياي مكرمين، وأتمنى هذا يوصل لهم كلهم. أهدي هذا التكريم لأسرتي والموظفين قسم الخدمات الإدارية، وبالخصوص مدير الإدارة نبيل ربيعة، ولا ننسى أيضا عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، حيث له أثر البالغ في التوجيهات واللي ساهمت في تطوير القسم والإدارة ككل.